التواصل يستمر والانطلاقات تستمر مشاهدينا متابعينا الكرام. في هذه اللحظات تعلن انطلاقة وتحديات شوطنا التاسع عشر بمجموع الأشواط من انطلاقات أشواط الانتاج والمنتجين. نتمنى التوفيق لكل الأسماء الحاضرة. مباشرة ننطلق مع هذه الأسماء ومع هذه الشعارات وتقدم مع المراكز الأولى. نبحر مع دانات الأصايل. انطلق مع الأسماء المنطلقة وتقدم مع المركز الأول. هملولة على المركز الأول، هملولة على الصدارة. سالم بن سعيد براشد لخريبان النعيمي يتقدم على المركز الأول. المركز الثاني أسرار أحمد بن عبد الله بن رفيع الفلاسي قادم مع أسرار. غيرت أسرار وتقدمت مع المركز الأول. ثالث المراكز هذه أميرة، أميرة أميرة القادمة. جبريل ينطلق في هذه اللحظات بن حمد بن جبريل العفاري. المركز الرابع، الرابع الواصل أبحاث، أبحاث أحمد بن عبيد بن مبارك لكتبي ينطلق مع هذا الاسم الشاهينية. عبد الله بن محمد بن علي بن عمير الراشدي القادم. هل الفضاء قادمين؟ نتابع المركز الخامس، وصول من انتباه خليفة بن محمد بن شاهين. المرر القادم وصلت تمار، تمار قادمة. سالم بن راشد بن غدير القادم على المركز السادس. سابع المراكز، سابع المراكز وصول في هذه اللحظات من قبل هذه قطنة القادمة في هذه اللحظات. ولكن هذه اللي وصلت الفاتنة القادمة عبيد بن سالم بن راشد بالحبالة الكتبي يتقدم على المركز الثامن. تاسع المراكز وصول من نجاح عبيد بن راشد بن ناصر الدرعي. المركز العاشر قمرية هادي بن مخيد بن حمد المنصوري يتقدم مع قمرية على المركز العاشر. هكذا هي النتيجة لهذه الأسماء، لهذه الشعارات المتقدمة والحاضرة. لكن بعود إلى الصدارة بعد الاقتراب من الكيلومتر الأخير. وتمارع المركز الأول. سالم بن راشد بن غدير يتقدم على المركز الاول. حذاري من اشرار. احمد بن عبد الله بن رفيع الفلاسي قادم مع اشرار. انطلقت اشرار. وضوح الواصله، وضوح سعيد بن مبارك. نتابع المركز الثالث، هذه اللي وصلت في هذه اللحظات. أميرة 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 جبريل بن حمد بن جبريل العفاري قادم على المركز الثالث. ثلاثية ثلاثية، نجاح نجاح قادمة مع عبيد بن راشد بن ناصر الدرعي يتقدم مع نجاح. وبيان محمد بن سالم بن محمد الغيلاني أول ندى لبيان القادمة. ولكن بعود مع الأربعمية متر الأخير ما بين وضوح وأسرار. أسرار بن رفيع الفلاسي وضوح القادم سعيد بن مبروك بن حمود القعدوي القادم في هذه اللحظات. ولكن شعار الغيلاني، الغيلاني الغيلاني قادم. راعي بيان محمد بن سالم بن محمد الغيلاني اللحظات الأخيرة. الغيلاني راعي بيان أصدر البيان في مسار هذا الشوط لصالح بيان محمد بن سالم بن محمد الغيلاني. تانينا والناموس المركز الثاني. وصل شعار سعيد بن مبروك بن حمود القعدوي المركز الثالث. وصلت أسرار لأحمد بن عبد الله بن رفيع الفلاسي المركز الرابع. المركز الرابع هذه أميرة لجبريل بن حمد بن جبريل العفاري. والخامسة هذه ميزة لحميد بن حران بن حمد بن حميدان. هكذا هي النتيجة. نعود مع التوقيت الزمني وساعة وصول
بيان لمحمد بن سالم بن محمد الغيلاني، تهانينا والناموس لك يا ابو سالم على هذا الفوز والانتصار، والسلام الى السلطنة. 4 دقائق4 دقائق 28، 9 أجزاء من الثانية، وتوقيت بيان لمحمد بن سالم بن محمد الغيلاني المركز الثاني. وصل شعار وضوح على المركز الثاني لسعيد بن مبروك القعدوي، تانينا والناموس توقيت الزمني لوضوح. 4 دقائق 29، 8 أجزاء من الثانية. المركز الثالث وصلت أسرار لأحمد بن عبد الله بن رفيع الفلاسي. 4 دقائق ساعة وصول إسرار، 4 دقائق نتابع التوقيت على الشاشة في هذه اللحظات بشعار أحمد. 4 دقائق 30، جزء 1 من الثانية، تهانينا والناموس.